أنا عن روز ما رح أتخلى، ما رح أدر لظهري قدام بارقة أمل وصلتني كرمال المصاري. ليش مين ما بيعرف الناشطة الميدانية روز سالم؟ إذا رح تسألني عن النسوان اللي جوا فرح أقول لك إنه هدول رهائن. روز ما حترجع وبالغالب تكون ميتة. هي أنا عملتها وهديتها لروز بعيد ميلادها من كم سنة. بعدها روز عايشة. أنا جاي أقول لك إنه نحن عم نفكر نهرب. هذه ملفاتكم.